اليوم جمعية البركة للعمل الخير والإنساني تكمل المرحلة الثانية من إطلاق حملة رمضان الكبرى، التي هي في الأساس اليوم مست 3 مناطق في هذا العالم. الآن مخيمات اللاجئين في الصحراء الغربية ونفذت، واليوم المرحلة الثانية في الجزائر، وقبلها فلسطين التي نشتغل عليها على مدار 178 يوم، ثم زيد في نسبة الأداء في شهر رمضان. اليوم أطلقنا في الأسبوع الماضي المرحلة الأولى ب 15,000 قفة، واليوم 10,000 قفة، ونكون هنا قد غطينا كل 58 ولاية. ولكن اليوم نحن أمام مشهد مروع كبير جدا في فلسطين، فلهذا ركزنا في فلسطين. المنسوب تاع المساعدات كان لفلسطين أكبر من أي منطقة، وتخلينا عن كل الدول التي كنا نعمل فيها من قبل. يعني احنا كل رمضان كنا نشتغل في 41 دولة عبر العالم، هذا العام أوقفنا كل المساعدات إلا على فلسطين، أمام يعني نظرا للهجمة الشرسة التي عرض لها الشعب الفلسطيني.